Okay. ونبدأ نشوح. اوكي ايه يا جماعة، في مشرف في البث، فياليت الكل يحترم نفسه افضل. يعني شايفين الدجاج كيف نظيف ومقطع صغار صغار. طبعا انا ابغى اسوي شاورما، كيف راح احاول اني اصغره اكثر واكثر. اوكي الاضاءة كالعادة تسد النفس. الحين شغل النار، استنى ازود الاضاءة مرة، الاضاءة هنا في المطبخ تفشل. اوكي الحين نخلي الدجاج يتشوح. اوكي نجي عند البطاطس. البطاطس عشقها، راح اسوي بطاطس بالفرن. يا جماعة الله يسعدكم، ركزوا معايا في الشاورما حق البيت أحسن لكم من الشاورما حقت برا، أحسن لكم. والله يا جماعة تكبيس وشير، حققوا لي الهدف، ايش بتخسرون يعني؟ ولا اخلي البث اشتراك. ثمها خلت حياة. اوكي حبايبي، هذه هي البطاطس، شايفين؟ نحط عليها زيت زيتون وملح. زيت زيتون وملح بس. نحط لها في الفرن. ويلا على الفرن. اوكي.
نخلي في البداية الحرارة عالية بعدين نوقف. اوكي حطيت، شايفين اللحظة الصدور زي كذا بس تشويح، تشويح بس. معايا يا جماعة؟ شكرا، ما ابغى النار تبان من ويجي. شوفوا الصدور تشويح، ما مبهر ولا شيء. اصبر شوية، يا جماعة ليش ما في دعم ال شو اسمه الهدف؟ نخلي الدجاج كذي يتشوح. اوكي الحين نقطع في الفرومي. قطع فلفل الروم صغار، سكين يعني كده احسن. شاورما احتاج ليمونتين مقطوعة زي كذا عشان بعصرها بعدين مع التتبيلة. الدجاج بدأ شوية يستوي. اوكي دام ما حققتوا لي الهدف ولا شيء، راح اخلي الاشتراك، راح اخلي البث اشتراك. يا ربي
second.